Bonjour tout le monde, اليوم جبت لكم لا روسيت. هنا عندي 375 غرام تاع فارينا، عندي ان كيارا كافي تاع لا لوفور شيميك، هنا عندي 35 غرام تاع لا مارغارين، لا مارغارين تاعكم لازم تكون طريه. هنا عندي ان كيارا كافي تاع لو سيل، هنا عندي 5 غرامات تاع خميره الخبز، وهنا عندي حبه بيض، وهنا عندي 40 غرام تاع السكر وبيان سور لا فاني. وهنايا عندي الحليب 175 مليليتر تاع الحليبه يكون دافيه. الو شوفوا باش نبداو، دابور هنا ندير ان لوفان، 5 غرامات تاع خميره الخبز هنا في الكاس، درت زوج مغارف كبار تاع الماء يكونوا تياده. نحط 5 غرامات تاع خميره الخبز نخلطهم، فوالا، ونحطهم في الحليب اللي قلنا 175 غرام. فوالا هنا نخليه 5 مينوت يتفاعل. لا فوالا هنا خديت لو لوفان تاعي 5 دقائق يتفاعل. هنا نزيد السكر اللي قلنا 40 غرام، ونزيد الحبه بيض، وندير ليكستري دو فاني، فوالا، ونزيد 35 غرام تاع لا مارغارين اللي تكون غامولي، نخلطها شوية، هنا نحط لمواتي تاع الفارينة، ونزيد اون كويارا كافي تاع لا ليفور شيميك، فوالا، نخليه يتعجن شوية. فوالا نكمل لا سويت تاع لافارين، نحبط في لي باغوا، هنا اون ديرني نزيد لا كويارا كافي تاع لو سيل، ونخليه يتعجن 5 مينوت. تقدروا ميم تستعملوا بيديكم، طموا لاباط وقعدوا عجنوا فيها، كي تشوفها تتلاصق في اليد ديروا شويه فارينه، لازم لاباط تاعكم تكون طريه. فوالا 5 مينوت وهي تتعجن، شوفوا لاباط كيفاش تكون، ندير شويه فارينا، فوالا ندير شويه فارينا باش نقدر نتحكم فيها كي نرفدها، شوفوا لاباط كيفاش تكون، تجي باط بزاف طريه تتلاصق شويه، بصح كي تستعملي بالفارينا فوالا شوفوا تجي تلاصق لاباط. ندير شوية فارينة في يدي، فوالا، ونضم لاباط تاعي، فوالا، نديرو غير شوية فارينة تتحكمو فيها، فوالا، نحكم لو ريسيبيون تاعي نديرلو شوية فارينة، نغطيها فيلم أليمونتيغ، ونخليها تخمر، وكي تخمر نولو ليكم إن شاء الله، فوالا، شوفو كيفاش خمرت معانا، الله يبارك. فوالا ندير شويه فارينة في يدي، ندي غازي ما بات، ندير شويه فارينة سور لو بلون دو ترافاي، لا بات لازم تكون خفيفة، ندير شويه فارينة،
الحلبة تاعي نحلى نص سنتيمترها. انا نستعمل هاد لامبورت بياس ندير له شويه فارينا باش ما يلصقش في لاباط. فوالا هاد لي جو تخليهم يريحوا 10 دقائق عاودوا حلوهم وفاصونيوا. فوالا هكذا نديروهم شوفوا ديريكتومون نحطوهم فوق البابي كويسون. الوغ نرفدهم نقطع في الوسط. فوالا دوك نكملهم كامل هكذا. فوالا هكذا دوك نخليهم يخمروا. نكون انا وجدت المقله تاعي درت فيها الزيت ونطيبوهم كيف كيف ونديروا ان غلاساج وشوكولا. تشوفوا معايا ان شاء الله. انا نحب نطيب حاجه مضيقه درت في كاسرونه هذه نطيب فيها بزاف فيها لي فريتور. حطيت الزيت تاعي على النار متوسطه وخليتها تسخن بعقلها. ما لازمش ديروا النار قويه ومن بعد تنقصوا لها النار باسكو وقت تحطوا الحبه تاع البينيه تاعكم تمتم تحمر من الفوق والداخل قاعد خضراء. الوغ الزيت تاعكم خلوه يسخن بعقله على النار متوسطه. الوغ شوفوا هنايا الزيت تاعي سخنت. شوفوا نرفد بالبابي كويسون يجيني ساهل. فوالا شوفوا كيفاش خمروا. هنا نحطها ديراكتومون نخليها شويه بعد نحي البابي كويسون فاسيلمون يتنحى لكم. فوالا فوالا نشوفها تحمرت نقلبها تمتم يطيبو. عطيت لكم اون ريسيت بزاف هايله سي دي بيني امريكان ديروهم جو سي يعجبوكم. فوالا شوفو نقطع لكم حبه تشوفوها شوفو كيفاش يجو يجو بزاف خفاف. عطيت لكم اون ريسيت بزاف هايله شوفو يجو بزاف خفاف ويجو بنانا. شوفو شوفو ان شاء الله ديروهم شوفو كيفاش يجو ان شاء الله ديروهم ويعجبوكم. عطيت لكم اون ريسيت ناجحه 100%. فوالا دوك قعدنا غير لو كلاصاج نديرو. فوالا شوفو شحال يجو خفاف يجو بزاف خفاف. شوفو شوفو فوالا هنا لحقنا بوغ لو كلاصاج. هنا الشوكولا تاعي راهي اوبا ماري. هنا دوبت 250 غرام تاع شوكولا نوار زدت لها 112 مليلتر تاع الحليب. الحليب لازم يكون سخونه حطيته اون دو فوا على لو شوكولا تاعي هو اوبا ماري وانا نحرك فيه. هنا عندي 25 غرام تاع لا مارغرين نزيدها لها ونخليها دوبل مارغرين. هاد لو كلاصاج درتو ان كلاصاج يجي خفيف ويجي بنين.
فوالا هذا هو لو غلاساج اللي راح نديرو. شوفوا نتوما ولا حبيتو ديروا ان غلاساج او شوكولا اولي ولا لو غلاساج او شوكولا بلون، دوبو 100 غرام دو شوكولا بلون وزيدوا لها ان كويارا كافي تاع الزيت. ولا درتو شوكولا اولي دوبو 100 غرام دو شوكولا اولي، بيان سور دوبليو لا كونتيتي ولا درتو بكونتيتي كبيره. الوغ بور لو شوكولا اولي دوبو 100 غرام دو شوكولا اولي وزيدوا لها ان كويارا كافي تاع الزيت. لو شوكولا تاعي يبرد لي شويه. فوالا دوك هكذا يدابت لي لا مارغرين، دوك نخليها شويه تتقل. هاد لو غلاساج لي تري بون. هنا فيرميسيل او شوكولا، كي ديروا لو شوكولا تاعكم لو غلاساج او شوكولا بلون ديروا فيرميسيل او شوكولا، اي كوم انا حندير ان غلاساج او شوكولا نوار ندير فيرميسيل اون سكر. فوالا دوك هنا غلاسيو لي دونات تاعنا. قلت لكم عطيت لكم اون ريسيت بزاف هايله، يجوكم خفاف وبنان. فوالا هكذا نقطصهم. فوالا فوالا شوفوا فوالا. وهنا نديرهم فيرميسيل اون سكر قبل لو كلاصاج تاعنا ما ينشف. فوالا ديكوراسيون ترجع ليكم، ماكو واحد يديكوري كيما يحب. تحبوا ديروا فيرميسيل اون سكر ولا تحبوا ديروه او شوكولا نورمال، ديروا دي تريب شوكولا بلون بلا بوشا دوي، ولا تحبوا ديروا ان كلاصاج شوكولا بلون ولا كلاصاج شوكولا اولي. فوالا جيسبر عجبتكم لا ريسيت دوجوردي، عطيت لكم اون ريسيت بزاف هايله يجوكم خفاف وبنان. وان شاء الله تشوفوا معايا اون ريسيت جديده تاع لي دونات نطيبوهم في الفور. فوالا جيسبر عجبتكم لا ريسيت دوجوردي، اي كوم توجور نقولكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم، يجيكم جديد. على بروشين.